حدثنا عمران بن ميسره حدثنا عباد بن العوام اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضه كيف شئنا والفضه بالذهب كيف شئنا